السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية التين في المنام للعزباء. يدل حلم التين للعزباء على الخير والرزق والتمتع بمكانة اجتماعية عالية، يدل على علو الشأن والمستقبل المشرق وأنها سوف تنال ما تتمنى سواء كان على الصعيد الشخصي أو المهني. رؤية التين في موسمه تحمل الكثير من الإيجابيات والانفراجات، وعندما ترى العزباء في منامها أنها تأكل التين فهو دلالة على إقبالها على الزواج من شخص ثري سوف يحقق لها كل ما تتمنى، كما أنها ستحصل على الكثير من المال والرزق من خلاله. أكل التين للعزباء يدل على النجاح والتفوق في الحياة الدراسية والعمل وكذلك الحياة العائلية. في حال لم تأكل العزباء منه فهو ينذرها بحدوث مشكلة. رؤية العزباء تقطيع التين يدل على زوال الهم والغم. يدل التين الأخضر في منام العزباء على نجاحها واجتيازها مرحلة صعبة من حياتها، ويرمز إلى التطور والتقدم والازدهار في العمل. التين الأخضر الشوكي الحلو يدل على الأخبار السارة والأمور الإيجابية التي تحمل لها الفرح والخير والمسرات كالخطوبة والارتباط بالشخص المناسب. وعندما ترى العزباء في منامها أنها تأكل التين المجفف فهو دلالة على جني الأموال والمكاسب بسهولة ودون تعب وعناء، ويشير إلى الزواج من شخص صالح ذو مكانة مرموقة ومركز مهم في المجتمع، أو الزواج من رجل ميسور الحال يتمتع بسلطة ونفوذ. رؤية توزيع التين في منام العزباء يدل على تمتعها بصفات حميدة وأخلاق عالية، يشير إلى ثبات المبادئ والأخلاق، ويدل على الأعمال الصالحة وحدوث مناسبات سعيدة. إذا رأت العزباء أنها تقوم بتقديم التين كهدية لشخص ما، فيدل ذلك على أنها تحاول التودد والتقرب من ذلك الشخص وتريد الارتباط به أو لها مصلحة معه وتريد مساعدته. قد تشير الرؤية أيضا على حصول منصب مهم في العمل. رؤية شجرة التين في منام العزباء يدل إلى بشارتها بالزواج عما قريب، وتدل على الزواج من شخص كريم ومعطاء. في حال كانت مثمرة ترمز الرؤية إلى الحماية والشعور بالإطمئنان والأمان. قطف التين للعزباء في المنام إذا كان في موسمه أو غير موسمه بيدل على النجاح في الوصول إلى هدف تتمناه وتسعى إليه، ويدل على الرزق أو على الزواج من الإنسان المناسب. على أي حال تعتبر الرؤية إيجابية وتحمل الكثير من الرسائل المهمة للعزباء. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.